أخواتي، مرحبا بكم معايا في ركن إبداعات وأفكار مع أم ميساء. كما راكم تشوفوا البنات، الصورة راهي تعبر على نفسها. اليوم غادي نجيب لكم فكرة على كيش نزينوا هذا الكفف. هنا تكونوا عرفتوهم، هذا الكفف البنات راهم يديروهم في الناير ولا حاجة. هنا جبت لكم فكرة شاركتها، بغيت نشاركها معكم كيفاش نزينوا هذا القفة تاع الناير. هنا يلي يكونوا عند هذو، انا هذو ما شريتهمش البنات، انا هذو تاع بناتي ولادي، كبروا معاهم ملي كانوا صغار راهم عندهم، مي انا في الاول شريناهم لهم هكا سامبل. من تكمل المناسبه تاع الناير وكاع ننظفهم ننقيهم نديرهم في ساشي وندسهم، يعني كل مناسبه نجبدهم. شفت هذه الفكره صراحه، يعني ماشي نقول لك جاتني، مي شفت هذه الفكره راهي دايره ضجه في الفيسبوك وكاع، قلت نطبقها او ميم طون نشاركها مع البنات. هنايا لي عنده هذا الكفف، باسكو هما نظن شويه غالي، الله اعلم، انا قلت لكم من ذا زمان راهم عندي. اللي عنده واللي ما عندهش ويبغي يشري، ينجم يستعمل ذوك الكفف تاع بلاستيك تاع ديميل، يديرهم ويدير لهم هذا الديكور. يعني المهم يطبق الفكره ويفرح اولاده. المهم دروك شاعلنا في يعني في المشروع تاعنا، وقادر اللي يديرهم كمشروع. انا نعطيكم الفكره وانتم لكم الاختيار. هنا هذه ها هي هذه الاولى اللي بدينا بها، بسم الله بدينا بتاع ميساء، راني خدمتها لها وكتبت لها الاسم تاعها. مي الزاوجه اللي غادي نديرها ما غاديش نكتب فيها اسم، غادي نديرها ديكور واحد اخر. بغيت نشاركها معكم. ها هي عندي هنا القفه تاعي، ونحتاجو هنا المسدس الشمع البنات، هنا نحتاجو مسدس الشمع. واللي ما عندهش مسدس الشمع وما عندهش به يشريه، يعني بور لو مومون شا يدير، يشري هذا الكولا. هذا الكولا رخيصه، تشوب يدير 1005 ويجيب شمعه ويذوب، يعني يحط هذيك الشمعه ويقعد يذوب في مسدس الشمع مليح مليح على الشمعه، ويقعد يلصق كي من هكا. يعني هذيك فكره اللي ما عندهاش بوغ لو مومون مسدس الشمع، يديرها ويلصق بها، يحميها في الشمعه ويديرها، يعني تعطينا نفس النتيجه. وهنايا عندي هذو، نعرفوا باللي الناير هو يعني القبائل هما اللي يديروه. احنايا الوغ بغيت ندير هذا التزيين تاع هذو يعني تاع القبائل. شا عندي هنا، هذو انا كانوا عندي، ما تنجمي تشريهم بالمترا. كيما هذا انا شريت مترا ب 7000. ها هو كاين تاع لي بونبون، كاين هذو كانوا عندي متواجدين معايا، بغيت نزيد ندخلهم في الديكور. كاين اللي يديروا 7000 المترا، كاين اللي يدير 10000، مادام كي يعني تكون لا كاليتي مليحه، يعني مادام مهم ارخص حاجه 7000، وتقعدي تطلعي في لي بخي انت باش ما ينقاملكش مشروع بزاف وكاع. واللي يبغي يخدم لبنات مشروع يشري بالبوبينه تنقامله موان شير. هذه توجور نتفاهموا عليها، حاجه تاع كرو توجور تصيبي روحك فيها. هنايا اول حاجه نديروا البيستولي تاعنا، ها هو شعلته يحمى مليح. ونعطيكم كتدبيره البنات، مين تبغوا تخدموا بالبيستولي، تقبضوا طرف تاع بابي كويسون كي من هكا، تقطعوه وتحطوا عليه، على خاطرش البيستولي كي يذوب الا ذابلكم في الجلد ولا ذابلكم في الطابله ولا ذابلكم، باش تقلعوه ما يقعدوا هذوك لي سيكاتريس تاعه. بصح في الورق الشمع هذا هنا البابي كويسون، ها هو تقلعوه فاسيلمون وتطبقوه وتدسوه. مي ما تبغوا تستعملوا المسدس تاع الشمع تعاودوا تجبدوه، ماشي كل خطره تجبدوا ورقه، طبقوه ودسوه مع مسدس الشمع تاعكم. مين تبغوا تجبدوه تصيبوه واجد هنا ثاني باش ما نقعدوش نضيع دروك. هنا نشوف البنات الجهه الزينه، وهي طريقه سهله، مشروع خفيف، طريقه سهله وفكره سهله. كيما وعدتكم قلت نشارك معكم. شا ندير هنا؟ بسم الله البنات، نبدا ندير هنايا الكولا كيما هكا، هنا يليق المسدس يحمى مليح باش هذه لاكول تقبض معايا. هنا نشوف الجهه الزينه كيما نقول لك تاعه، ونقعد نلصق كيما هكا، وندور كاع على القفه تاعي، يعني حاجه باش ما يقعدوناش سامبل. وهكا ثاني الاطفال من يشوفوا هكا هادو الصوالح وكاع يفرحوا بهم. هنايا اش ندير؟ غادي ندير كاع لو تور تاع القفه تاعي، ونولي نشوف كاش منزيدها ديكور.
سي بون، ها هي القفه تاعي البنات. هنا درت كاع لو تور، شوفوا هنا القفه ما جاياش نيشان، جايه هاك مهوده وهوت كاع مع لو تور. مهم لا كول هنا البيستولي قلت لكم يكون حامي ولا ذوبوا الشمعه مليح. هنايا هذه ميطرا دارت لي لو تور، بقى لي هنايا غير شويه. الوغ درتها غير هنا من القدام في تاع القفه باش نفرق، يعني كي نقولوا حنا يعرفوا بلي هذا الجهه القداميه تاع القفه. دروك شنو بغيت ندير؟ دوك نشوف، بغيت نزيد لها تزيين واحد اخر. شوفوا هنا البنات هذه كيما هكا نديرها هنايا في وسطها تجينا شارجي، واللي ما عنده ولا بغيتو تكتفوا بها غير كيما هكا. ومن بعد انا هاد ليستراس كان عندي، قلت نقطع هنايا دو تور ونديرهم من الفوق هنايا. و او ميم طون ثاني الليدين، دروك الليدين هما اللي غادي ندير لهم هذا الرقيق كيما هكا. غادي ندير لاكول واللصق كاع هنا الليدين معايا، نبدا بهم هنا. شوفوا باش ديروا هذا يعني هذا هاك باش يجينا خارج، شان نقبضوا هذه هنايا اللي يجي في الديبي ديجا، هو كي نقولوا حنا ديجا غير كي نمقصوه شويه ينحل. الوغ حنا بصبعنا نعاونوا نحلوه مليح باش يعطينا هذاك الديكور. الوغ هو اللي غادي نديره كيما هكا، ونقعد نقبض بالبيستولي ونركب كاع في الليد تاع القفه تاعي. انا دروك نركب هنا في الليدين ونعاود نرجع معاكم. سي بون هاني درت الليدين هنايا، كملتهم درتهم كيما هكا، يعني غير باش نعطوهم ان ديكور. ودرت هذا لو كوتي منا ثاني. هنا البنات نوصيكم حاجه، هنا اللي تبغي دير مشروع ولا تبغي تخدم مام ليها اي حاجه، يليق العمل تاعكم يكون نقي، يليق العمل تاعكم يكون نقي، يليق الاتقان كي نقولوا حنا تتقنوا، ماشي زعما صايراني نخدم ايا نحوس نكمل بكري ولا هي لا، هي كي تتقنوا العمل تاعكم وتكون عندكم لا فينيسيون مليحه يكون سامبل، يجي عمل يعني سامبل ويجي كيما يقولك ان ترافاي بروبر، يجي نقي. على هذه نوصيكم اخواتي الاتقان ثم الاتقان في العمل باش ينجح لك مشروعك، سورتو اللي تبغي دير مشروع. حنا توجور نشوفو لا كاليتي وناكدو عليها. على هذيك اللي تبغي دير مشروع تخدم بالحاجه خطره الاولى اللي تكون سامبل ورخيصه بلا ما عاودت روحها وتشوي، المهم تكون حاجه نقيه. هنايا دروك شنو بغيت ندير؟ هنا هذاك الكالون اللي بغيت نديره هنا جاني ترو شارجي، يعني يجي مشارجي بزاف. الوغ ما بغيتش نديره، غادي نديره في القفه الثالثه. دوك انا نشارك معكم غير هذه القفه والثالثه نخدمها ونوريكم التزيين. هنايا بغيت هذا الاستخاص، هذا قطعت هذا الغليظ داك النهار اللي درته في البلا الرقيق، هذا غليظ قطعته هنايا زوج، وبغيت ندوره هنايا باش نكاسي لا كولور. بغيت ندوره على لو تور كاع تاع القفه تاعي باش يعطيها لنا ان ديكور. ولا نشوف دروك البنات يليق لكم كي تبغوا ديروا حاجه تسيو قبل ما ديروا لا كول، ولا باش ما ديروش من بعد مني ما يعجبكمش تعاودوا تقلعوه، هي هكا تسيو وتقعدوا تخدموا في خدمتكم. انا دوك نشوف اسكو يجيني هكا ولا يجيني تاع طريق وحده، دوك الا يجيني طريق نقسمه وندير الديكور كاع القفه تاعي. وهنايا غادي نزيد ندير لها غير هذا الكوردون كيما هكا، نديره لها باش يجي سامبل. وبالكش هو فاني ندير فيه ليستراس كيما هكا، خاطش الاخر جاني شارجي بالبزاف. هنايا دروك نكمل هنا ليستراس تاعي ونكمل هذا لو تور ثاني لصقه كيما هكا بالكولا ونزيده ليستراس، ونرجع في الشكل النهائي تاع القفه تاعي. سي بون البنات، اليوم كملت الفكره تاع نهار اليوم اللي شاركتها معكم، ان شاء الله تعجبكم هذه القفه الاولى اللي خدمت اللي كنت خادمتها، مي اللي خدمتها معكم اليوم وشاركتكم في الافكار تاعها. ها هي هنا البنات شوفوا كي خرجت.
هنا يا البنات شوفوا كي قلت لكم غادي ندير هذاك لي زيستخاس زوج تاع يعني دو لين، جاتني شويه باسله على هذيك قلعت عليها، قلت لكم قبل ما تحطوا الحاجه الى تحطوها غير هكا وتخموا فيها الراس فاني اللي قلاه يخدم شويه. هنايا قطعتها درت غير اون لين وحده، شوفوا كي جات هنايا من اون لين وحده جات باينه، كي درت دو لين هذا الكحل كاع تغطى لي. ومن هذا قطعت شويه درت كيما وريتكم ودرت انو كيما هاك. ها هي القفه تاعنا البنات خرجت رائعه. هنايا يعني غيرنا ستيل وخدمت فاني هذا الستيل، هذه الموديل اللي كان عندي خدمت به هذا النوع الثالث القانون اللي قلت لكم جاني غليظ. هنايا البنات ها هي عادي درت لها ان قانون كيما هاكا ودرت فاني هنايا من التحت ودرت لها طريك فاني تاع لي ستخاس. يعني انتوما الافكار اللي تكون في راسكم تجسدوهم، يعني الفكره تحطوها هنايا. ان شاء الله البنات تكون عجبتكم هذه الفكره اللي شاركتها معكم. وهنا البنات انايا شاركت راني نشارك معكم الافكار هنايا في الفيديو اللي فات تاع لو بلا ميغوار، لقيت بزاف البنات هادو البنات اللي حطوا لي في التعليقات واللي شجعوني وكاع من بدايه القناه، نشكركم بالبزاف. هادو البنات راهم معايا من اللي حليت القناه، راهم معايا في تعليقاتهم في الجيم تاعهم، نشكركم بالبزاف ونقولكم نقولكم يعني صراحه على خاطركم نتوما راني نكمل في المشوار تاعي، معليش لا بغى فيه تعب مي تستاهلوا اكثر واكثر. ان شاء الله البنات راهم جاييني افكار واحد اخرين نشاركهم معكم، وراني عارفه ان شاء الله غادي تستفادوا منهم. واللي تبغي ديرها كمشروع نقولها ربي سهل لكل وحده. الى فيديو لاحق والى فكره اخرى ان شاء الله. سلام.